انا حاضر في هذه الندوه، هذه الندوه اللي منظمها فيدرات اليسار اليوم. انا حاضر فيها عمليا بدوبل كاسكات، حاضر فيها اولا كمسؤول حزبي عضو مكتب السياسي ديال حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحاضر فيها كذلك بكاسكيطه او بالصفه ديال مسؤول وفاعل نقابي. انا بالضبط كاتب عام النقابه الوطنيه للتعليم في لاسيديتي في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. يعني بهذه الصفه هذه انا حاضر اذا في هذه الندوه هذه، حاضر ماشي باش نناقش، حاضر باش نستمع. حنا اتفقنا غنسمعوا لواحد العدد ديال الفعاليات، وكما شفتوا في التدخلات الاولى اللي كانت الان لحد الان اخيره ديال السي الحمودي ديال الدكتور الحمودي، كما سمعتوا انه تدخلات مهمه جدا ديال الناس من خارج التنظيمات الحزبيه. جاو حنا استضفنا مجموعه ديال المفكرين من خارج التنظيمات الحزبيه باش نسمعوا لهم. كيهمنا السؤال، الجواب على السؤال اللي مطروح. السؤال اللي مطروح ديال هو مستقبل اليسار في المغرب، ومستقبل المستقبل القريب هو القضيه القريبه اللي مطروحه الان هي قضيه ديال اندماج مجموعه ديال الفعاليات والمكونات اليساريه اللي مفروض انه يكون فيها مجموعه ديال الاحزاب السياسيه يساريه ومجموعه ديال الفعاليات خارج التنظيمات السياسيه. هذا المشروع هذا ديال وحده اليسار، هذا المشروع شغلنا بزاف وكيشغلنا على المستوى السياسي وكيشغلنا كذلك على المستوى النقابي. على المستوى النقابي احنا في حاجه لواحد القوه اللي يمكننا نعتمدوا عليها في انها دفع في اتجاه تحقيق المزيد من المكتسبات للشغيله المغربيه للطبقه العامله. الان احنا في وضع سيء في البلاد مع الاسف الشديد، وجات هذا السياق ديال هذه الجائحه ديال كورونا زاد حطنا في وضع أسوأ. حوالي 800 ألف الناس اللي فقدوا الشغل في هذه المرحله هذه. كاين تحولات عميقه ديال اللي كيعرف العالم ديال الشغل. هاد التحولات كيبان فيها بقوه هاد الشيء ديال الرقمنه، وهاد الهوه اللي لقينا انفسنا امامها، لقينا انفسنا متخلفين جدا على الـ الايقاع العالمي فيما يتعلق بالرقمنه، رغم الشعارات ورغم كذا. فاحنا الان في وضع يكفي نقول لكم في القطاع ديال التعليم مثلا، حنا عشنا تجربه ديال التعليم عن بعد اللي مبني على استعمال الوسائل الرقميه. لقينا روسنا باننا خدنا تجربه بقات بلادنا راسها بانها خدات تجربه فاشله باقرار رسمي، وهما اعترفوا بانه هذا الشيء فشل. التعليم عن بعد عمليه اللي فشلت. اذا كاين واحد المجموعه ديال التحديات من هذا النوع اللي مطروحه بالنسبه لنا. احنا في حاجه حزب يساري قوي، والحزب اليساري القوي هو اللي يمكن يكون السند ديال 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 الصراع اللي كتخوضوا الطبقه العامله منظمه في اطار نقابي، في اطار الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل او في غيرها من الاطارات. ولكن اساسا الكونفدراليه اللي شخصيا كنتمي ليها، وعندي مسؤوليه فيها على مستوى المجلس الوطني، وعندي مسؤوليه على مستوى الكاتب العام ديال النقابه الوطنيه للتعليم داخل هذه المركزيه. فاذا احنا كنا امل وكنا رهان، كنراهنوا على انه فعلا هذه الندوه هذه تجاوبنا على مجموعه من التساؤلات اللي عندنا، وتوصلنا فعلا اننا ندوزوا للمرحله ديال حزب يساري قوي اللي يمكننا اللي يمكن يكون اداه من ادوات ديال الفعل في الساحه السياسيه. تحياتي لكم.